بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ، رمضان مبارك سعيد. إذن أعزائي التلاميذ، الحصة الثانية اليوم إطار سلسلة من التمارين تعلق بالمتتاليات العددية، إذن استعدادا لاجتياز الامتحان الوطني للبكالوريا. إذن الشعبة ديال العلوم التجريبية، علوم الحياة والأرض وعلوم الفيزيائية. إذن نحاولوا ما أمكن من هذه الحصة نتواصلوا بالعربية والفرنسية. إذن تمرين آخر، تقريبا تمرين تشبه التمرين ديال الحصة اللي دازت. هنا غادي نتناولوا الحصة اللي دازت، تناولنا فيه المتتالية الهندسية. اليوم غادي نشوفوا المتتالية الحسابية. ثم الأسئلة مطروحة بشكل آخر، هو تقريبا في مجمله هو نفس التمرين تقريبا او يشبهه، ولكن اسئله مختلفه تقريبا مطروحه بشكل اخر. اذا احيانا السؤال كيقول فهم السؤال هو نصف الجواب. اذا احيانا السؤال كيتعطب يعني بطريقتين مختلفتين، ولكن الهدف هو واحد. إذا الآن غادي نقرأ لكم التمرين أعزائي التلاميذ. إذا أون كونسيدر لا سويت يو إن ديفيني سور إن بار يو زيرو إيتيغال أ دو يو إن بلس أن إيتيغال، هذا لو تيرم جينيرال ديال دو ريكيرونس ديال لا سويت يو إن. يو إن بلس أن إيتيغال أ دو زو يو إن موانز أن سور يو إن كيل كو سوا إن بور تو إن دو إن. ديمونتري كو لا سويت يو إن إي مينوغي بار أن بور تو إن دو إن. Montrer que la suite UN est décroissante pour tout N de N. On déduit que la suite UN est convergente. Quatrièmement, soit A appartenant à la deuxième partie de l'exercice, A appartenant à R étoile et VN une suite définie comme suite. VN est égal à A sur UN moins 1, quel que soit N appartenant à N. Montrer que la suite VN est arithmétique. Calculer VN en fonction de N et de A. كالكولير لا ليميت ديال لا سويت يو ان. اذا بطبيعه الحال عندما نقرا التمرين، اذا غادي هنا شنو كندير، نحاول نركز شنو هي الفقره ديال الدرس او اللي غادي نستعمل هنا، شنو هي التعلمات اللي خديت في القسم اللي غادي نوظف هنا. اذا لابد من استدعائها ونوضحها هنا قدام باش من الانطلاقه تكون انطلاقه سليمه. إذن هذا التمرين خديته من الكتاب ديال العربية ديال البكالوريا، حاولت نترجمه بالفرنسية هنا. إذن هو مأخوذ من نقول لا كوليكسيون ديالو الواضح في الرياضيات السنة الثانية من سيكل البكالوريا. إذن ترجمته بالفرنسية وغادي نحاول نتناوله هنا إذن بالعربية والفرنسية. إذن هنا كما تلاحظوا، كما الحصة اللي دازت حاولت ندير هنا التصميم كيفاش كنتعاملوا، وإن كان هنا السؤال ما طرحينش يعني الحصة ديالي اللي دازت، قالوا لكم اون نيتيليزون لو ريزونمون بار ريكورونس، هنا ما كاينينش ما قايلينش، ولكن غادي نستعملوه. ولهذا ذكرتكم بالمراحل لي زيتاب اللي كنتبعوها. إذا ليطاب ديال الريكورونس كما قلنا دائما كنفيريفيو ذاك لو رون ديال سواء ان زيرو كيف ما كانت ابارتير ديال اما زيرو ولا ا ولا دو ولا فلورون اللي غادي تفيريفي لا بروبريتي. من بعد كنمشيو نديرو ليريديتي ما يسمى، يعني هذه الاولى ديال ان زيرو كنسميوها لينيسياليزاسيون، ومن بعد كنمشيو ما يسمى ب ليريديتي. اذا اون سيبوز كو لا بروبريتي الي فري او رون ان اي اون لا مونتر اون لا ديمونتر كي لي فري au rang n plus 1. Donc, من غادي نوصل لهذه، دونك كان طبعا كنعتمدوا على ما يسمى بليبوتيز دو ريكورونس دو ريكورونس، ومن بعد لا كونكليزيون غادي نكونفيري دير الا كان بي ان بلس 1 اي فغي، هنا غادي نكونفيرمي ليبوتيز دو ريكورونس، وغادي نقول دونك لي فري بور تو ان سوبيريور ايكال ان زيرو. ان زيرو يعني ابارتيغ لورون اللي بدينا به.
ثم هنا طرحنا عاود كذلك الاشكاليه ديال شنو هي الان سويت اريتميتيك اللي غادي نحتاجوها هنا. اذا ان سويت اريتميتيك اي اريتميتيك سي اي سولمون سي ليكزيست ان ريال ال ار تيل كو بور تو اونتي ناتورال ان يو ان بلس اي ايغال يو ان بلس ار. اذا هذه ار كتسمى لا ريزون ديال لا سويت. اذا عندنا هذه يو ان بلس اي تيغال يو ان بلس ار. اذا يعني هذوك الحدود ديال المتتاليه. اذا باش نوصلوها كتكون متتاليه، ودائما باش كنوصلوها كنزيدوا واحد لا ريزون. الفرق بيناتهم هي واحد العدد اللي كنسميوه لا ريزون، الاساس ديال المتتاليه. ثم عندنا طريقه اخرى عاد كذلك كان مين كنديروا باش كنعرفوا واش هذه اريتميتيك ولا لا، كنديروا يو ان بلس ان موان يو ان كتعطينا واحد لا كونستانت، هذيك لا كونستانت هي لا ريزون. ثم لو تيرم جينيرال، الا كان لو برومي تير هو اي زيرو، اذا ان يو ان هو اي زيرو بلس ان ار. اذا هنا الحاله عندي هنا اي زيرو، دونك غادي نستعملوا هذه. اذا في الحاله ملي كيكون عندي لو تيرم يبدا ب 4 ولا ب 5، اذا كندير هذه يو ان يساوي يو بي بلس ان موان بي فوا ار. اذا هذه باش تاخذوها بعين الاعتبار، اذا على حسب لو رون اللي غيديروا. الا بديت ب ا دونك هنا يو ان يساوي يو ا ان موان زائر، الا بديت ب 11 يو ان يساوي يو 11 زائد ان موان 11 في ار. دونك تفهمنا. اذا هذا هو اعزائي التلاميذ. اذا غادي نمشيو الان للحل ديال التمرين. اذا اعزائي التلاميذ، السؤال الاول ديمونتري ولا مونتري كو لا سويت يو ان اي مينوري بار ان بور تو ان ابارتونو اه. دونك هنا مينوري، اذا البارح هضرنا على ان سويت ماجوري، يعني الحصه اللي دازت، دابا نهضروا على مينوري. بالعربيه كنسميوها بالعربيه كنقولوا بين بين المتتاليه ان مصغوره بالعدد واحد. اذا ماجوري كنقولوا مكبوره، ومينوري كنقولوا مصغوره. اذا هنا باش ممكن نترجموا هذا السؤال بشكل اخر، اذا مونترون، اذا غادي نقولوا مونتريوها بشكل اخر، مونترون كو إذن هي ترجمة لهذا السؤال مونتري كو يو ان اي سوبيريور اي ستريكتومون سوبيريور ا ان، يعني كاع لي تيرم ديال يو ان كبار من واحد. دونك هنا واخا ما كاينش هنا ما كاينش السؤال صريح بان غادي نستعملوا سميتو الريكيرونس، ولكن غادي نحاولوا نستعملوا لو ريزومون بار ريكيرونس. إذن غادي نبداو. إذن المرحلة ليطاب الأولى، إذن قلنا كنسميوها لينيسياليزاسيون. إذن الخطوة الأولى كنسميوها إينيسياليزاسيون، يعني أون فافيريفي واش بي دو زيرو إي فري. دونك عندي هنا يو زيرو إيتيغال دو، إي دو إي سوبيريور أو إيغال أن. دونك U0 est strictement supérieur à 1. Donc là, il est vrai. D'abord, on va voir l'étape Tania, qui est l'hérédité. On suppose que la propriété est vrai au rang n. Et on montre qu'il est vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire UN est supérieur à 1. Et on montre
que un plus 1 est strictement supérieur à 1. On montre que un plus 1 est akbar min wahed. هنا لي مقارنة عددين نضرب الإشارة ديال الفرق ديالهم دونك هنا باش نثبتوا بأن U n plus 1 لي بلو كرون كو 1 أون فوا إتيديي لو سين ديال لا ديفيرونس ديال U n plus 1 إي 1 دونك هنا واش غادي ندير غادي نحسب هذا الفرق هذا U n plus 1 موا 1 غادي نشوف شحال غادي يعطيني بون هنا غادي منين غادي نحسب هذا ليكسبرسيون غادي نشوف واش لي بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا هو معنى دراسة لو سين ديالها U n plus 1 عندي في المعطيات هو هذا لو تيرم ديال الريكيرونس يعني 2 UN موانز 1 سور UN موا 1 دونك انا جو ريدوير او ميم ديمناتور اذا عندي هنا UN اذا الفوق يتبقى هو هذاك 2 UN موانز 1 فوالا والفوق هاد موانز اللي عندي هنا تولي UN Donc un sur un est égal à moins 1. Est égal. Il donne 2 un moins un est égal à un. Moins 1 sur un. D'accord? Est égal. Et là, on sort le hadi. A hadi, mumkin un. N'arrive le signe d'y aller. Il donne hada. غادي يكون عندي هنا بوزيتيف لان عندي هنا دابري لي بوتيز دو ريكورونس عندي يو ان اكبر من واحد وهذا حتى هو دونك مادام يو ان اكبر من واحد دونك لي بوزيتيف دونك هنا جوج ديال الاخر ديال لو نوميراتور اي لو دينوميناتور سون عندهم ميم سيني دونك هنا لو رابور غادي يكون بوزيتيف غادي يكون هنا بوزيتيف اون يو ان موانزا أكبر من صفر كا قلنا UN superior 1 هذا ليبوتيز ديال ريكيرونس ثم نفس الشيء غادي نستنتجو بأن هذا أكبر من واحد دونك راه عندنا أكبر من واحد ولا أكبر من صفر كا UN أكبر من واحد توجور عندنا ليبوتيز ديال الريكيرونس إذا غادي نستنتجو هنايا دونك هذا غادي يكون بوزيتيف وهنا كنديرو التعليل دونك مادام هنا هذا بوزيتيف سيتادير دو UN بلس 1 أكبر من واحد مادام عندي هاد لا ديفيرونس أكبر من واحد داكور Donc, on a confirmé l'hypothèse de récurrence. Donc, on a quel que soit n appartenant à n, on a bien un akbar min wahed. Donc, on a échoué. C'est-à-dire, on a la suite un est minorée par 1. Donc, on a dit, c'est-à-dire, un est bien minoré. Par 1. Donc, on a la suite UN. Voilà. Deuxièmement, il a montré que la suite UN est décroissante pour tout N de N. On a comme la définition UN décroissante équivalent que UN plus 1 est inférieur à UN. L'axe de la croissante. داكور دونك هنا شنو غادي ندير اذا خصني افيكتوي لا ديفيرونس يو ان بلس ان موان اون غادي نشوف واش ايت انفيريور ا زيرو دونك هنا يو ان بلس ان موان اون اذا يو ان بلس غادي دائما نمشي هنا بالمعطيات اللي عندي هنا دو يو ان موان زان سور يو ان موان يو ان اذا غادي هنا ريديو بو دي موتور دونك انا غادي يعطيني 2 يو ان موان موان يو ان او كاري سور يو ان
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit le dénominateur. Donc là, un, tous les un au carré sur un est égal. un. هنا غيتولي عندي هنايا من الاحسن نديرها هكذا، نولي بلس دو زاد موان زاد ايتيغال، غادي نخرج لو موان هنا وتولي عندي هاد الكتابة هادي، موان دو زاد بلس ان. دونك شوفو هنا الى ديفلوبيت غيتولي عندي موان اون كاري بلس دو زاد موان زاد. D'accord? Et là, on est égal moins sur UN. C'est une identité remarquable. La chèque A moins B au carré. Donc, on a dit UN moins 1, le tout au carré. Donc, on a dit le signe de ce rapport. Et là, on a dit un carré, le carré est toujours positif. UN, il est toujours, d'après la question A, toujours il est supérieur ou égal à 1. Donc, le signe négatif, donc le rapport là, est négatif. D'accord? Il est là, inférieur à 0, car il y a UN moins 1 au carré, toujours positif. Donc, moins l'opposé va être négatif. Ou on dit UN est toujours positif car on dit UN elle est toujours positif à Kbar min Wahid d'après l'hypothèse de récurrence, la question ou la question 1. Donc, on a un rapport, mais qu'on dit négatif. Il a le numérateur négatif positif, donc on a deux sens contraires. Il a un netijarit kun, taban, netijarit kun, salim. D'accord? Voilà. Donc on déduit. Que la suite UN est décroissante. طبعا كيل كو سوا ان ابارتون واحد. غادي نمشيو ل لا تروازيام كيستيون. لا تروازيام كيستيون ديدويزون كو يو ان اي كونفيرجونت. اون سي دابري لي كيستيون ا اي دو، اون سي كو يو ان اي مينوري بار ان اي ديكروسون. Donc, UN est convergente. Toute suite minorée et décroissante est convergente. De même, par l'idée toute suite majorée croissante, et de toute suite croissante et majorée est convergente, ou l'angulus converge. La suite là, elle est minorée et décroissante, donc elle est convergente. Nous sommes sur la quatrième question. Donc la quatrième question montre que Vn est une suite arithmétique. Donc, on va dire que Vn montre que Vn plus 1 est égal à Vn plus 1. Donc, on va dire que pour le terme général de la suite, le terme de la récurrence, Vn plus 1, là, Vn plus 1. Ou là, on va dire Vn moins. Moins V, Vn plus 1 moins V est égal à R, le roi, les radicaux, la raison de la suite arithmétique. Donc, on a, radin chou bhad tariqa, idem radin hsbo, Vn plus 1, on calcule moins V, on calcule Vn plus 1 moins V, Vn plus 1 moins Vn. إذن Vn plus 1 غادي نجي هنا نستعمل هذا لو تيرم هذا، إذن غادي يعطيني A sur UN
بلوس ان موان زا وغادي نعوض هنا في هذه فان ان غادي نحول نعوض ان بان بلوس ان هنا وهنا شنو من بعد موان فان فان هي هذه ا سور يو ان موان زا يساوي ا اذا هنا يو ان بلوس ان غادي نرجع عاود لهنا هاد لو تيرم ديال دو ريكيرونس شنو غادي يعطيني غادي نعوض يو ان بلوس بالقيمه ديالو دو يو ان دو يو ان موان زا سور يو ان موان زا اذا هنا خصني نحتاط مزيان موان وهنا غيعطيني ا على يو ان موان زا يساوي دونك من نحسب خصني نكون حرير دونك هنايا خصني نصفي الحساب هنا دونك خصني نوحد المقام جو دوا ريدوير او ميم دينوميناتور دونك هنا غادي يعطيني ا دائما الخط الكسري الرئيسي دوك لو تري فراكسيونير ثم عندي هنا اي 2 اي 2 يو ان موان زان دابا غادي نوحد المقام او ميم طون دونك هنا غادي يعطيني يو ان لان واحد غادي نكتبو يو ان سير يو ان الكل يو ان ولكن هذا هو الرئيسي هذا هو الخط الكسري الرئيسي ماشي هذا اللي تحت مو ا غيتبقى لنا هكا يو ان موان زا يساوي دابا غادي نديفلوبي هنا بحال اللي عندي هنا ان كونسيون ديال دو فراكسيون دونك لو برودوي ديال الاول اللي هو ا فوا لانفيرس ديال هذه ولا ما نزربش غادي نحاول نبسط هذا الحساب هنا دو جو دو يو ان موا يو ان غادي يعطيني يو ان دونك نحاول نبسط باش ما نزربش اذا دو يو ان موا يو ان غادي يعطيني يو ان موان زا سور يو ان موان ا سور يو ان موان زا ايغال هنا غادي نضرب البرودوي ديال ا في لانفيرس ديال هذه دونك غيتعطيني A fois UN sur UN moins 1. Moins A sur UN moins 1. Égal. Donc, on va tenir le foc A UN. Donc, là, on dit même dénominateur. Donc, on a dit la différence des deux fractions. On a même dénominateur. Donc, on a dit mon bacharatan. Il a dit UN moins 1. Ou le dénominateur. Le foc est qu'on a dit A UN. موا ا دونك هنا الفوق اذا هنا غيتبقى لي يو ان موان زا والفوق عندي ا غادي ندير ا اون فاكتور دي يو ان موان زا دونك بما عندي هنا عندي في الاخر يو ان ستريكتومون سوبيريور ا دونك هنا غادي نكلي نختزل بهم داكور نختزل اذا غادي نستعمل اللي هو المغاير اذا انا غادي نختزل بهذا وهذا وشنو غادي يبقى لي تما غيتبقى لي ا اي تيغال ا داكو دونك في ان بلس ان موان في ان اي تيغال ا اذا قبيله ملي درت لكم الرابيل قلت لكم جوج ديال الاخر اما غادي نديرو في ان بلس ان VN égale à VN plus R ou la différence VN plus 1 moins VN qui est atteignée par la constante. Il y a de la constante qui est A. Donc A est la raison. D'où VN est une suite arithmétique de raison A. Et de premier terme V0. غادي نحاول نحسبو V0 donc هو غادي يكون عندي A U0 moins 1 إذا يساوي A U0 راه عندي الفوق
هو 2 2 موانز 1 دونك غادي يعطيني A سور 1 يساوي A. إذا هنا شاءت الصدف، إذا عندي هنا لا ريزون تيكال A، إي لو برومي تيرم ديال هاد لا سويت تيكال A، داكور؟ إذا هذا غادي نحتاجوه في السؤال الموالي، لأن قال لك كالكولي في ان اون فونكسيون دو ان اي دو A. دونك غادي نمشيو للبي. إذن أعزائي التلاميذ، لا كيستيون 4 بي، كالكولي في ان اون فونكسيون دو ان اي دو ا. دونك هنا في ان، قلنا في ان هي اون سويت اريتميتيك، دونك سون تيرم جينيرال سيكري. Donc Vn est égal à V0 plus Nr. Et comme V0 est égal à A, et sa raison est égale à A, donc Vn est égal à A plus. Donc avant de calculer la limite de un, donc il faut écrire un autrement en utilisant la forme générale de la suite Vn. Donc on a bien, on a Vn est égal à A un moins 1. Et cela signifie donc le produit des moyens est égal au produit des extrêmes un moins 1 fois v vn est égal à a, c'est-à-dire que un, on va développer là, donc un vn moins vn est égal à a. Voilà, un vn est égal à a plus vn, c'est-à-dire que un est égal à a plus vn sur vn, signifie que un, on a dit que a à la vn plus vn sur vn غادي يعطيني واحد، وغادي نكتبو على هاد الشكل. اور vn عندي هنا لو تيرم جينيرال هو a بلس nr، دونك un سيكري اوترومون. اذا عندي هنا a على، اذا vn غادي نكتبها a plus nr n عفوا nr plus 1. دونك انا غادي نسيمبليفي بار a دو un est égal 1، نسيمبليفي بار a هنا غادي يعطيني 1 plus n plus 1. دونك هنا لا ليميت ديال n كونطون n طون في بلوس لانفيني ديال u n ايت ايكال لا ليميت ديال n كون n طون في بلوس لانفيني ديال 1 بلوس n بلوس 1. دونك هنا شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني 1، كار لا ليميت ديال n كون n طون في بلوس لانفيني ديال 1 بلوس n هذه غي طون فير زيرو، داكوغ؟ فوالا سي سا، دونك زيرو بلوس ان غادي يعطيني زيرو، دو لا ليميت ديال
un quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. إذن هو تقريبا تمرين يشبه تمرين لداز، إنما هي الأسئلة مطروحة بشكل آخر. إذا نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذا الشيء. يلا تحياتي، وما تنسوش باش تبارطاجيو لا فيديو مع الزملاء ديالكم. يلا تحياتي.